في ممكن تاخد فيلا بسيطة يعني بحمام سباحة تدفع لك 800,000 جنيه في 5 6 أيام. في بعض الفنادق بتقعد لك 10 أيام بتدفع حوالي 1,000,000 جنيه. في فنادق أخرى بتقعد لك 3 أيام تدفع لك حوالي 250,000 جنيه. أنا بكلمك على أرقام حقيقية، مش بقول مثلا، لا أنا بدي تقدير أرقام حقيقية موجودة يعني. في كده في ممكن تاخد فيلا بسيطة يعني بحمام سباحة تدفع لك 800,000 جنيه في 5 6 أيام. في بعض الفنادق بتقعد لك 10 أيام بتدفع حوالي 1,000,000 جنيه. في فنادق أخرى بتقعد لك 3 أيام تدفع لك حوالي 250,000 جنيه. أنا بكلمك على أرقام حقيقية، مش بقول مثلا، لا أنا بدي تقدير أرقام حقيقية موجودة يعني. في كده في ممكن تاخد فيلا بسيطة يعني بحمام لا يا ابن الوسخة، ليه دي الجنة أرخص من كده؟ علي الطلاق بالتلاتة بالجنة أرخص من كده؟ الجنة أرخص من كده كمان، وفيها حور العين أنا بقى بقول لهم يا ابن الوسخة. أنت بتكلم مين يالا؟ إحنا من كحة ربي يا ابن الوسخة. بيكلم مين ده جماعة؟ أنا تعبت يا ابن الوسخة. يعني بقول لك أنا في أمر بقى يلم أمك على حسابي وربنا، وهجيب حد يقرا على روح امك كمان يا ابن الوسخه. انت يا شفته.